محمد موسى يعود بتمريرة باتجاه فيليب كوتينيو. كوتينيو بتمريرة إلى الأمام. الله 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 هو 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 إسماعيل محمد يسجل البديل اليمنى ويعرف كيفية التسجيل. عانق على كوتينيو والروعة. الله على كرة من ساحر وصلت إسماعيل محمد وضع على طول في المرمى. الاتحاد يتقدم واحد مقابل لا شيء ردا على كرة الغرافة وردا على تصدي جيا ممدوح. يعطي إسماعيل محمد هدف وكوتينيو اللي قدم هدية. عن الهدايا تحدث في أرضية الملعب. جنان صهيب للثاني للثاني سقط ركلة جزاء. حاول يمر من أمام خليفة وتعثر. لا يوجد شيء لا يوجد شيء. شوف لا يوجد شيء لا يوجد شيء. كوتينيو أمام خليفة أبو بكر أمام الاثنين متر القادم من الفيلا بارك. تسجيل دخول أيضا في كاس يريد يا كوتينيو. جول كوتينيو يسجل الهدف الثاني ويمنح الاتحاد الانتصار الثاني عبر مسابقة كاس يريدو. 6 نقاط للتحيل. مبروك للتحيل. هاردك الغرافة القادم أجمل بإذن الله. كنت معكم منتصر الأزهري. الكلمة والصورة تعود للزميل عبد الرحمن محمد وللكباتن الكرام في الاستديو. فإلى هناك. والله يدودك زيرو كوسوف. والله زيرو كوسوف. والله زيرو والله.